بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بهذا البيت الرائع أبدأ الدفاع عن موكلي، رغم أن موكلي يا سادة ليس بحاجة لدفاع، بل أنني رفضت تقاضي أي أتعاب في هذه القضية ليقيني بأن أي مليم سوف يدخل جيبي سيكون حراماً. وسأوضح لحضراتكم إن كل أوراق القضية غير منطقية، وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة أدلة وهي مجرد كلام مرسل أونطة، يعني سواء تهمة القتل العمد أو التهمة الأخرى الخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة، والتي انساقت فيها النيابة وراء محضر فاسد الإجراءات ومخالف لكل القوانين والأعراف، مما يهدمها جميعاً ويجعلها غير ذات موضوع. يا أستاذ ادخل في الموضوع لو سمحت. سيد القاضي، حضرات المستشارين، إحنا فعلاً جوه الموضوع، وأنا أوجه كلامي لعدالتكم، لعدالة منصتكم، للرأي العام، للشارع، لمصر كلها. يا أستاذ إحنا هنا في محكمة مش على الهواء. سيد القاضي، حضرات المستشارين، إحنا فعلاً جوه المحكمة. خميس أبو سنة الشهير بأفندينا سليل عائلة كريمة عاشت تجاهد في خدمة هذا الوطن، أصحاب مصنع كبير المعسل، فاتحين أبواب رزق لناس كتير، العمال رجال ونساء، شيوخ وأطفال. عشان كده أنا اعتبرت إن كل مليم حاخده من القضية دي حرام. خميس أبو سنة نموذج للشاب المناضل الذي كافح منذ الصغر ليصبح رمزاً قدوة، وهو تربية إيد سيدة كريمة، هي الست ضوية، هذه السيدة القاعدة اللي ربته أحسن تربية، باختصار جعلت منه راجل نفتخر بيه كلنا. ايه اللي انت بتهببه ده؟ انا معلمة؟ ايوه تعال. ما ايدك خرعة كده. اتفضل يا معلمة. تفردها كده، تخبط عليها كده وتكبسها، تسلك معاك. ومزانة فندينا يرضى عنك. ماشي يا حاج. مية مية معلمة. لهم يا رجالة، الوقت أزف. متقلقش يا معلم، الله يوفقك. خبطت مع ولاد النوح؟ وهيبقوا جاهزين في الميعاد. 100 فار بيلعبوا في عبي لما بسمع سيرتهم. السوق ياما بيلم يا حاجة، واللي فلوسه حاضرة هو اللي بيشيل. دول ناس سكتهم عوجة ونيتهم وحشة. ملناش فيه، احنا شغلنا نضيف ونضيف. ومزنع الشعراية، واللي هيفكر انه يقل معانا خلي عينك في وسط راسك، افرش نضرجية ياما عشان تأمن نفسك. حصل يا ست الكل، مش ناقص بس غير دعواتك. بتبارك يا حاجة، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. يلا يا رجالة. يلا يا أبو جمعة. أبو سنة هات يا جماعة يا رب. خد بالك منك. نتبارك يا حاجة. Thank you.
قضية أقل ما يقال عنها إنها مهلهلة وبلا أسس، لا أدلة، لا قرائن، لا شهود، مجرد فخ تم نصبه لموكلي من ناس انعدمت ضمائرهم، ناس انتزعت من قلوبهم الرحمة وامتلأت حقد وكراهية. هم دول أعداء المجارح، بل أعداء الوطن. تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط، احنا كل شغلنا مظبوط. هطل طلع البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تلقف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله؟ ما ضرش. والله زماني غريب. خير. أصلي. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس، الفلوس البضاعة راحت. عملتها يا ابن النوح. لازم تهرب يا خميس، الحكومة تعبت. أقول لك امشي. اسمع كلام يا خال، روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبك. امشي. يلا. رصاصك خلص يبقى هتموت. غريب! لا 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 غريب! غريب! ارمي سلاح يا خميس. غريب! سلاح!
لا لا يا خريب يا خريب ما تموتش يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب ثم إن أهل المجنى عليه ما اتهموش خميس أبو سنة بقتل ابنهم، بل على العكس كل أقوالهم لصالح موكلي، سيما وإن الشهود وتحريات المباحث أفادت إن موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. أما بالنسبة للتهمة الأخرى والخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة، فالمعمل الجنائي قد أفاد بسلبية جميع العينات المضبوطة، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس، وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جماعة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. يا حمى خير ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه هيعدوا اهو. روح ياما. على السلامه يا حبيبي. ريحيني. روح ياما. على السلامه يا رب. مع السلامه. مع السلامه. الله، ده الرجاله كلها هنا وربطت المعلم. رجاله المعلم ده هاني البران يا معلم، كل عمره صاحب واجب ما تفوتوش فوته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. لن طول عمرك وادي اصول يا معلم دهان. تسلم يا معلم ابو سنه، ده يوم عيد ولازم كلتنا نفرح ونجاور الاحبه. يا مرحب، اتفضلوا. اتفضل. يا مرحب المعلمين، كراسي هنا يا ابني للمعلمين. مرحب يا مرحب. اتفضل يا معلم. هنبص بس على الرجاله يا معلم. يلا روح. يا مرحب يا مرحب. شايب حليب منه فيه واحلى حجر معسل. انه مزاج ده يا كوارع. مزاج الخير يا معلم، دي الحته كلها بتضربه. بل شربات يا كوارع واسقي الحته كلها. انا يا سيد المعلمين. تعيش يا شلوف، هنجملك في الافراح ان شاء الله. الحته كلها لازم تفرح يا معلم، احنا هيجينا عز من افندينا سقع شربات يا كوارع. كلفت نفسك يا معلم دهان، ما كانش له لازمه التعب ده كله. بتقول ايه يا معلم ابو سنه؟ الود ود الكل يجي ويبارك ويهني افندينا.
ليه في كل بيت عربون محبة وفدان جمال، والدنيا من غيره خراب يا معلم أبو سينا. ايوه على قولك يا معلم، كانت أيام عجاف لا تبل ريق ولا تريح بدن، الله لا يعود أيام. النار ما تحرقش مؤمن يا معلم أبو سينا، وهو العدل بان وقال كلمته وأفندينا خارج للكل. الحمد لله كله تمام يا معلمي، والرجالة مستعدة. اه واللي هناك جاهزين وفي عرض إشارة منك يا معلم. تعال عايزه أول ما يطل يلاقي الفرحة والبهجة مزوقة المنطقة كلها، عايزه يلاقي الفرحة بترقص قدام كل بيت، عايزه يشوف النور بيلعلط على مدد الشوف، النور اللي اتحرم منه في سنين الظلم اللي عاشها بعيد عننا. هاتها جمايل يا رب. من الهباب اللي بيضربوه بره دوت يطير لك نافوخك، ما انت شايفه عاملين ازاي؟ فرحانين ياما، ده خميس اغلى رجاله الحته. لا خميس ولا جمعه يا حبيبتي، مالناش فيه، خلينا كده في حالنا ومتدارين كان بالحيطه. اهو ده اللي باخده منك، على طول كده متلبشه ودمك هربان، على ايه كل ده؟ على ايه كل ده يا نن عن امك؟ يا بنتي يا حبيبتي، احنا ولايه، والراجل اللي احنا مسنودين عليه مش حمل صوت طلقه من اللي بيتضربوا بره، اللي زي حالاتنا لازم يقفل بقه على لقمته ويكن في حته يدرى فيها. انا اتاخرت على المعهد يا دوبك اتوس وشي. فوتنا. نعم يام، لسه في موشح منسي؟ الموشح ده يا حبيبه قلبي عشان تحطي عقلك في راسك، لا هو عايزه ولا تخاريف. هو انا بس عملت ايه لكل ده؟ جرى يا بنت، انت فاكره نايمه على وداني ولا مغميه عينيا؟ وحتى لو ده حصل هتروحي فين يا حسره؟ ده كلهم كم متر عمي نافدين على بعض، واللي متغطي بحيطان عريان. عايزه تقولي ايه بس ياما؟ صوره المحروس اللي انت مخبياها في دولابك عشان ما حدش يشوفها، ولا لكم هدمه جابهم لك زمان وصغروا عليكي وكل شويه تطلعيهم تشم فيهم زي الافلام؟ كل ده ملوش عوزه، دي حاجه تودي المورستان. انا مش فاهم هو سحرك ولا قري عليك يا بنتي؟ ده ما خش الهباب اللي هو فيه ما كانتش ضفايرك اتحلت ولا كان عودك اتصاب. حصل ده كله امتى وازاي وليه؟ مكتوب ياما، وده بقى اللي ملناش يد فيه. يا رب يا رب استرها علينا ولا تفضحناش لك لحبيبك النبي. انت يا بيه، انت يا بيه اللي نايم ولا في دماغك كل اللي بيحصل لي؟ يا باشا يا بتاع الحق والعدل، قوم اصحى بقى قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ما هو انا العفريت اللي جايبه لك الست الهانم البلسم اللي قاعده بره دي بس علشان تشلني وتنقطني وتخليني اشد في شعري ليل نهار لحد ما هنحب. صباحنا وصباح الملك لله. يلا اديني بقى بالطريحه بتاعتك انت كمان، ما انا اصلي ناقصاك. جرى يا بشاير بريحه البصل الملك هالصبح فيه. جراني خلاص ما بقتش قادرة استحمل. هو انت ايه يا اخي، متجوزني تخليص حق ولا حد مصلتك انت وامك لحد ما تجيبوا عجلي؟ يا رب. بتقول ايه؟ بقول يا رب صبرني. الصبر ذات نفسه لو عاشر الست الوالدة اللي قاعدة برا دي مش هيستحمل، انا حلاقيها منها ولا من ابن. يا بشاير كفاية بقى، مش كل يوم بنصحى على الموالدة؟ انا خلاص اتخنقت وطيقت وما عدتش طايق، خلاص اتخنقت يا بشاير اتخنقت. طب انا عندي لك حل كويس قوي هيريحنا احنا الاثنين، انا همضي لك ورق على بياض واتنازل لك عن كل حقوق، بس اعتقوني بقى لوجه الله يا اخ. خلاص امضي الورقه وحطيها في الدولاب، اكيد هنحتاج لها. We'll be right back.
الحكومة. ايه غيروها تاني؟ لا برروها تاني، الحكومة برا عندي. يا نهار اسود، وانا عندي كمان شغل مهم. شغل مهم ايه؟ بقول لك الحكومة هنا هيسمعوا البنسون وياخدوا البنات. كله يظبط مكانه. يا لهوي، بقول لك هيسمعوا البنات وياخدوا البنسون. حالات الجري نص جدعانه. جدعاني جدعاني، الحاله دي بيبقى جدعانه كلها. طيحني يا بطاط، تعالى هنا. قدامك. ما انا همشي قدامك، ما انا همشي وراك، ما انا اكيد قدامك. الو الو، محدش بيرد ليه؟ الو يا اختي اوعي. الو. ايه يا شو؟ ايه يا سيد الناس؟ مين اللي رفع السماعه؟ لا دي البت كرامه. وهي ترد ليه؟ انا عارفه حلاوه تروح بقى. انت موبايلك فين؟ موبايلي؟ ماله يا اخوي؟ ده انا حاطاه في صدري. فاصل شحن، احطه في صدري تاني علشان يرجع يشحن. حطيته. وحشتيني يا راجل. بطل، ده انت لسه ناجي، لحقت اوحشك. انت ايه، ما بتفوتش فرصه؟ طب قولي وصلته فين؟ وانا في القسم، بيقولوا هيخرجوه من هنا، خليني مستني المحامي. معرفش تاخر ليه. سيبك انت بس من المحامي وخليك معايا انا هنا. وحشتك زي انت ما وحشتيني. طب تيجي نوزن نشوف مين وحش تاني اكتر. يا راجل مش وقته. تيجوا بالسلامه، مستنياك على نار يا روحي. استنى. ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. سلم علي، سلم علي لما جبني وسلم علي. لما انت البعيده لا مؤاخذه يعني في اللي هقوله، عارفه انك خرصه يا اختي. ما تبصليش قوي كده، هو انا بعيب على خلقه ربنا؟ بتاخدي ديلك في سنانك ليه اول ما المدعوق ده يرن وتقفشيلي في السماعه؟ عايزة تطمني على اسم النبي حرصه؟ ها؟ عذراكي صراحة، سنين ياما قاعدة مستنية، وده خطر، خطر علشان اللي في سنك. مش فاهمة، والنعمة ما فاهمة. هبعتلك الكتالوج بتاعك تفهميها وتقولي. شربية، انتي أولية يا شربية. نعم يا شوق يا بنتي، زي ما انت شايفة ايديا مشغولة ورايا شغل متلتل في المطبخ. طز، اتفضلي شوفي الهبابة دي. قصدك ست الكرامة، عايزة ايه وبقوليلي؟ انت هتجننين يا بنتي، ما انت فاهماها، هو جديد عليكي. ماليش مزاج افهم النهاردة، بطلت افهم النهاردة. ترجميلي. امر لله. خير يا كرامة يا بنتي، في ايه يا حبيبتي؟ عايزة تعرف هما جايين امتى. راحوا يجيبوه من الاسم. اتهدي، اهبطي وسلم على. اوعي من وشي. لما جبلني سلم على. ربنا يهدك يا مفكوكة. لما جبلني سلم على. يا اختي والنبي قمر، والنبي انت احلى مني. السلطان على Thank you.
بينا هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبرنا. حلوين الله. حلوين 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 حلوين. اي حاجه يحتاجها تجيلي نعناع الجوز. بقولك ايه يا كبرنا، الفلوس دي كانت متشلالك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهم بيسلموك الحاجه. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسال في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك ورجاله زي ما انت زي ما انت زي ما انت. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجاله هنا، لكل الرجاله، واي حاجه يحتاجوها اي حاجه رقبتي سداده اصل يا كبير، وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندينا. حلوين 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 حلوين. مبور 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 يا فندم. تمام. لا دي حركه حركه حلوه. حلوين 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 حلوين. خد يا مغاوي. العفو يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. اللي اقول لي يا مغاوري هو امورنا يا باشا. ايه حكايه الحبايه اللي انا لقيتها في جيبك امبارح؟ حبايه؟ حبايه يا باشا؟ بجد انا مش عاوز اهزيك. انا عاوز اهزيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاسم امبارح وفرجت عليك الاسوء من الاسوء، لكن انا عديتها بمزاجي. صح يا باشا، انا هحاول سعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت بتخلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. يا نهار اسود، حتى الحكومه بتضرب. ما حدش من هم خاله يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمه ملهاش اخت. شيلي كرامه من نافوخك ولمي لتك جوه حنكك وضفري لسانك بعقده وشنيطه. انتي مرات اخوي وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحده بس، انا ضاويه ابو سنه. خش يا كرامة، حبي على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفة تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. ماتاخذنيش يا خال، للضروره احكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ ايه اللي اخرك كده؟ ده انا قلت حاجه ليك هنا. اصلا انا كنت بادي واجب انساني لابد منه. انساني؟ انساني وقطع عنواني. ده يوم تتاخر فيه برضك، ده احنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال ما تقلقش. ما تقلقش ده ايه؟ الضابط اللي جوه بيقول انه هيخرج من هنا. ضابط ايه بس؟ اتقل. دفعه. اهلا يا متر، تحت امرك. راح فين ابن المدسوعه ده؟ اكيد بيقلب عيشه يا خال. عايزك تعرف لي خط سير المعلم خميس افندينا، وتعرف لي كمان ايه اخبار كشف المدوليه. خميس افندينا مين؟ افندينا اكبر تاجر مخدرات اللي حبسوه ظلم يا ولدها. هما مش هيخرجوه من هنا برضك؟ لا، ما هو لازم ياخدوه الاول على المدوليه عشان يكشفوا عليه، يعني يشوفوا عليه احكام تانيه ولا لا.
كبر كله كلام فاضي. وعلى ايه ده كله؟ مش كفايه 7 سنين ظلم وافتراء؟ خلاص يا خال، الناس ما بقاش في قلبها رحمه. لا مؤاخذه يا خال، ثانيه واحده، حفير ابن الملسوعه ده تاني اكيد برضه بيقلب عيشه يا خال. ما تعزم على حصول بسجاير ولا حاجه؟ اه ماي حاضر. سيجاره ما بشربش في الخدمه. يعني ال 20 جنيه هم اللي في الخدمه؟ خدونا على السريه، الحقنا يا استاذ. طب اسمعي، مسي على الصول بشير بالشيط من اللي معاكي، ورش رشه حلوه على اللي حواليكي برضه. اه هي كام ساعه بس اخلص المصلحه اللي فيها دي، وبعدها اجي لكم جري عشان اخرجكم. يا البلد سايبه، بلد فيها قانون. واجب انساني برضك؟ لابد منه. هات يا جمال يا رب. ايه يا ست كرامة، معقولة كل الخبط ده ومش سامعة؟ يا بنتي وحشك. ها بتحبيه قوي قوي بالشكل ده؟ ان شاء الله هيرجع بيته ويدفي فرشته ويغسل عينيه بطلتك الحلوة من تراب السجن. قول يا رب. مش أنا قلتلك الست ضوية هتاخد لك حقك تلت ومتلت؟ ما انت عارفاها بتشيب العيل في بطن أمه، وبعدين هي أصلاً مستحلفة لتلف لسانها حوالين رقبتها وتحزمها بيه وترقصها في نار جهنم إن شاء الله عشان يحرم يلدغ زي العقرب كده في البشر. عتب على عتب. سبارس سبارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد، عيالك ما بيوحشوكش؟ يوم رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضو يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. اه طب خد امسك، خلي دي معاك. لا خيرك 7 سنين معلمين. ياد رزق ياد، مكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنايه يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك، انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه ده، عدوي واخناتون مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟ مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب يا سيدي المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ طمانة. مراتك؟ مراتي في حد بيشيل صورة مراته برضه يا جويش؟ على قولك، ده ايه مفال عفش؟ بقول لك ايه؟ انا اديلي فلوس لسوش محمد، وكده يبقى امان يا فندينا. وصلت وصلت.
شاكرين. ما بتنساش حد ابدا يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمة. بالحضن بالحضن يا اجدع رجال. هتوحشونا رجاله، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت ساده يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهوله. الدنيا مليانه بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وبقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش هتعرف محامي؟ وحظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج. افندينا خرج يا